طيب خلينا نروح دلوقتي نتابع زي ما احنا متعودين كل يوم اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه والانشطه من مراسلتنا العزيزه سالا حامد موجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالا صباح الخير عليكي. طبعا صباح عليكي انا وكريم كل الجماهير دلوقتي اللي بتتابعنا، وعرفينا كده اخر الاخبار اللي عندك الخاصه بالنادي الاهلي، اتفضلي. صباح الخير. طبعا في البدايه برحب بيك انا هواند، واكيد برحب بيك يا كريم وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وبالفعل انا هواند حاليا انا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كالعاده كل الامور والاخبار المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي. وكالعاده برضو هبتدي معاكم النهارده بالفريق الاول لكره القدم، وكمان خليني ابارك لكل جمهور النادي الاهلي على مباراه امبارح فريقنا فريق النادي الاهلي بعد ما فاز على نادي بيراميدز بنتيجه 3 أهداف مقابل لا شيء. سجل 3 أهداف محمد مجدي قفشة، محمد شريف، ونجم النادي الأهلي عمرو السولية في المباراة اللي كانت المفروض كانت المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، واللي كنا طبعا شفناها وأقيمت على ملعب استاد الأهلي والسلام. كمان خليني شويه اتكلم يعني هواند كريم على الكواليس وما بعد مباراه الاهلي وبيراميدز. يمكن زي ما كنا عارفين الفريق اتجه مباشره لمطار القاهره الدولي عشان يبتدي رحلته لجنوب افريقيا ومواجهه نادي سان داونز الجنوب افريقي في الجوله الرابعه لمرحله دور المجموعات من بطوله دوري ابطال افريقيا. يمكن زي ما احنا عارفين الفريق اتجه مباشره لجنوب افريقيا في طياره خاصه، ويمكن الطياره يعني بدات تتحرك حوالي الساعه 3 الفجر من مطار القاهره للعاصمه جوهانسبرج. وكمان يعني خليني اقول لكم انه قبل ما الفريق يتحرك مباشره لعاصمة جوهانسبرج جنوب افريقيا، اكد طبيب الفريق الدكتور احمد ابو عبله انه المسحه او نتيجه المسحه لجميع لاعبي النادي الاهلي جاءت سلبيه الحمد لله، وبياكد ان كل اللعيبه هتكون موجوده في جنوب افريقيا. وكمان اكد على نقطه مهمه جدا وهي ان كل اللعيبه ما زالت لحد دلوقتي بتلتزم بكافه الاجراءات الاحترازيه عشان ما حدش طبعا لا قدر الله يصاب بفيروس كورونا وما يكونش موجود مع الفريق الفتره المقبله في المواجهات المهمه. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. كمان خليني اروح اتكلم شويه عن الالعاب الاخرى. وامبارح يعني بعد غياب طويل لمده شهر تقريبا رجال السله رجعوا تاني يخوضوا مبارياتهم في مختلف البطولات، وامبارح حققوا فوز مهم على نادي اصحاب الجياد في دور الثمانية من بطولة كاس مصر بنتيجة 84-64 بفارق 20 نقطة. امبارح نادي الأهلي فاز على نادي أصحاب الجياد. النهاردة إن شاء الله هيكونوا في راحة سلبية من التدريبات، وبكرة هيعودوا يستنفوا تدريباتهم، وبكرة الساعة 4 ويوم الجمعة برضو الساعة 4، ولكن يوم الجمعة بعد التمرين مباشرة هيدخلوا في معسكر مغلق عشان يستعدوا لمباراتهم يوم السبت أمام نادي الزمالك، ودي هتكون مباراة السيمي فاينل من بطولة كاس مصر. لأن طبعا امبارح بعد ما نادي الأهلي فاز على اصحاب الجياد تاهلوا بشكل رسمي لمباراه السيمي فاينل من كاس مصر، فالمباراه هتقام يوم السبت ان شاء الله على صاله الدكتور حسن مصطفى في مدينه السادس من اكتوبر. ولو ان شاء الله النادي الاهلي فاز وتاهل للدور النهائي من البطوله هيستنى الفائز من مباراه الاتحاد السكندري وطلائع الجيش، واللي برضه هتقام يوم السبت ان شاء الله مع مباراه النادي الاهلي. كمان سيدات السله امبارح كان عندهم تمرين الساعه 7 على صاله الشهداء داخل مقر النادي بعد راحه لمده يومين، وكان ده التمرين الاول لسيدات السله تحت قياده الكابتن الكبير كابتن طارق خيري المدير الفني الجديد لفريق السله سيدات. امبارح كان معاه عندهم يعني زي محاضره او زي جلسه ما بين الكابتن طارق خيري ولاعبات النادي الاهلي والكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، واتكلموا طبعا عن الفتره القادمه وان هي مهمه جدا وينسوا ملف او يقفلوا صفحه مباراه سبورتنج في بطوله كاس مصر، لان ان شاء الله عندهم مباريات مهمه جدا الفتره المقبله في البست اوف 3 من بطوله الدوري. فان شاء الله نادي الاهلي عندهم يعني مباراه مهمه في البست اوف 3، اول مباراه مع نادي الشمس هتكون بكره ان شاء الله على صاله الشهداء داخل مقر النجدي. استكمالا لجميع اخبار الفرق الرياضيه، كمان عايزه اقول لك انا هوند اقول لك يا كريم انه سيدات اليد امبارح حققوا فوز سهل على نادي الجزيره بنتيجه 33-13 ضمن منافسات بطوله منطقه القاهره. والنهارده كمان ان شاء الله رجال اليد عندهم مباراه مهمه مع نادي سبورتنج، وتكون اول مباراه في الدوره المجمعه الاولى للدور النهائي من بطولة كاس مصر. النهارده هيكون مع سبورتنج، بكره مع طلائع الجيش، وبعده مع نادي الزمالك. كل المباريات دي هتكون على صاله محايده وارض محايده وهي صاله الدكتور حسن مصطفى في مدينه السادس من اكتوبر.
كده انا هواندو يا كريم، كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي، وطبعا الفريق الاول لكره القدم، والكواليس ما قبل او بعد مباراه الاهلي وبيراميدز واتجاه فريقنا لجنوب افريقيا. طبعا انا معاك يا هواندو، اكيد معاك يا كريم لو في اي سؤال. والان العوده مره اخرى للاستوديو، كلمه ليك يا هواندو، اكيد تفضلي. لا بصبح عليكي مره ثانيه وبشكرك جدا يا سالا. ويمكن احنا شايفين من يعني الباك جراوند لسالا الجو فعلا كويس، في شمس، في يعني او في توافد بالنسبه كويسه للاعضاء، فدي حاجات مبشره.